شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالوحدانية المطلقة والمنزه في ملكوته بجبروته على سائر ما خلق، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومعلمنا ورسول الإنسانية محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرشدنا إلى الطريق القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم، فصلوات ربي وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم نلقى الله رب العالمين. أما بعد، إنها لفرحة كبرى وسرور غامر، لأن لقاء الأحبة دائما هو السرور المرتقب ودائما هو الفرح المنتظر. لقاء الأحبة هو مدعاة السرور والهناء والأمل في مستقبل مشرق. لقاء الأحبة وبخاصة الأحبة التي تتخذها الناس أسوة وقدوة، أهل القرآن، أهل القرآن الذين اصطفاهم الله تعالى فأورثهم كتابا، ويكفيهم بهذا فخرا وشرفا. لقاء يتجدد كل عام، ما سماته وما علاماته البارزة إلا أنها تشير إلى الأخوة الصادقة وإلى الود الصافي الخالي من المصالح الشخصية والشوائب، الله يسعدنا، إلى كثير مما يشير هذا اللقاء. وأجمل ما في هذا اللقاء أننا نسمع الناس كلام الله، نسمع الناس أحلى وأغلى كلام، نعطيهم أكثر مما نأخذ. إن حامل القرآن وحافظه يعطي دائما أكثر مما يأخذ، فمهما آجر غير حافظ القرآن حافظ القرآن فإنه لم يؤجره ولم يعطه حقه، فإن حامل القرآن وقارئه يعطي أكثر مما يأخذ. من هذا العطاء المتدفق نستمع إلى عم قراء منطقة المعادي بأسرها، الأستاذ الشيخ حسن عبد فرحان. فتح إلى حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام وصحابة رسول الله أجمعين، أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا ببركة القرآن واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله رضيع قلوبنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يرد على العرب.
يعرفوه النبي. ايوه الله يغفر يا عم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماء وإن الله لهو الغني الحميد. على الأرض إلا بإذنه.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ولك على القرآن رأيتك السلام. لا إله إلا الله. الله 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 لكل أمة.
لكل أمة الله 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 ألم تعلم أن
والأرض. الله يا سيدنا، الله يا سيدنا، عليك يا مولانا. الله يا سيدنا، قلبك النبي. إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. إن ذلك على مثل.
الله يبارك فيك يا سيدي. ربنا يخلي حاجه كده. ربنا يكرمك.
لكنه الحزن بغير ضمان. آمين يا رب. الحمد لله. يا رب. الله يا عم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حلو 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 كده حلو الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيك يا عم شرف. حلو 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 قوي والله. يا سلام. الله 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 الله
كلام على الكمال نعم كمال عليك كلام على الناس اللي يعني الله ايوه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله 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 السلام على جمال القرآن اللي بيطلع من أهل الله إلى الله ترجع الأمور الله الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. النبي انت شيخ واعي وربنا معلم يا شيخ حسن والله والله يا سيدي عشان يقول لي انكم تفلحون بس مش واخد بالك ايوه يا ستر عليك يا اخي الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده
ندب. اللهم صل على النبي. اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ايوه منع البتانة يا أخي. ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. يا جبار هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى النبي لا تتقالوا دول تاني زي ما قلت كده. النبي قول يا بهيم انت عشان تقول لنا الحته الاخيره دي. حاضر وبعدين. لا معلش والنبي مش حاضر. معلش والنبي ربنا كده. حاضر وجاهدوا. وجاهدوا بالله حق جهاده. وجدتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وتكون
الناس يا سلام فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو صدق الله العظيم. أحسن خطوة يا عم وبعد أيها الإخوة المؤمنون والزملاء بصفة خاصة، قد استمعنا إلى ما ورد من استفهامات شتى في هذه الطوائف اللفظية التي جاءت واستمعنا إليها في هذه الآيات القرآنية الكريمة. هذه الاستفهامات إن دلت وإن دل جوابها فما يدلان إلا على قدرة القادر القاهر الذي لا قدرة لمخلوق مع قدرته. وهنا حق علينا أن ندرك أن تصوير قدرة الله شيء ليس بالهين، شيء لا يقدر عليه إلا القارئ المحترف. فلقد رأينا، وإن كنت أقول رأينا فسماعنا هذا كان بموجب الرؤية، كأنه الرؤية تماما. رأينا لوحة فنية عظيمة كأن رساما ماهرا رسمها لنا بريشة من ذهب، فقد طوف بنا بين قدرة الله تعالى في أن ينزل ماء على الأرض فتصبح مخضرة، وفي أن يمسك السماء أن تقع على الأرض، وفي ضرب المثل الذي ضرب تقريبا لمفاهيمنا، ضرب مثل فاستمعوا له. ورأينا وسمعنا كيف نستمع إلى هذا الأمر الملموس. أستاذنا الكبير الذي قرأ هذه الطوائف اللفظية من الآيات القرآنية الكريمة، إنه الأستاذ الفاضل القارئ الجليل الشيخ حسن عبد فرحان.